هذه المشاهد الجميلة مشاهدينا الكرام من ولاية وادي بني خالد في محافظة الشمال الشرقية، نعود بكم إلى استوديو البرنامج في مجمع الاستوديوهات الرقمية بوزارة الإعلام بمحافظة مسقط، محطات مختلفة وفقرات أيضا دائمة معكم في برنامجنا من خلال المتابعات، وتحديدا هذه المرة الحديث سيكون حول تدشين برنامج إعداد دشنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، الدورة الثالثة من هذا البرنامج الوطني للتدريب المقرون بالتعليم إعداد. التفاصيل وغيرها أكيد بوجود أخواننا حسين بن محمد اللواتي، طالب مشارك في هذا البرنامج برنامج إعداد. مرحبا وسهلا يا حسين، وإحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا وسهلا. وأيضا أختنا حليمة بنت هان البوسعيدية، أيضا طالبة مشاركة في هذا البرنامج. مرحبا بك يا حليمة وصباح الخير. أهلين. صباح النور. أنا راح أبدأ مع حسين إن شاء الله. حسين، مباشرة سؤالي عن البرنامج بشكل عام، أعطيني والمشاهد الكريم فكرة بسيطة، يعني نبذة مختصرة عن هذا البرنامج، برنامج إعداد. في البداية شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. وجب. الله يحييك. بخصوص البرنامج، هو الفكرة من البرنامج أنه نقلل المسافة بين المجال الأكاديمي والمجال المهني في سوق العمل. حلو. فبالتالي الطالب من يطلع بعد التخرج لسوق العمل تكون معه تجربة ولو كانت بسيطة، ولكن يكون ملم باحتياجات سوق العمل خلنا نقول. حلو، ممتاز. فهذه هي الفكرة الأساسية من هذا البرنامج اللي هو برنامج إعداد. ممتاز. حليمة، كيف جاءت فكرة أساسا مشاركتك شخصيا في هذا البرنامج كونك طالبة مشاركة فيه؟ شكرا على الاستضافة في البداية. الفكرة جاءت في نهاية السنة الثالثة، رسلونا إيميل في الجامعة. ممتاز. في أي جامعة؟ الجامعة الألمانية. ممتاز. فذاك الإيميل مفروض أن نرسل السي في مالنا والبيانات المحتاجة. ممتاز. بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة الامتحان. إذا اجتزت الامتحان إن شاء الله سوف تنضم إلى البرنامج. إلى البرنامج. أيوة. يتم قبولك فيه. يتم قبولك فيه. لكن كيف تم اختيار أساساً الطلبة اللي يعني يساهموا أساساً أو يدخلوا هذا الاختبار؟ في معايير معينة. أولاً الجي بي اي يكون أعلى من 2.5. ممتاز. بعد ذلك على الامتحان. ممتاز. يعني بناء على ذلك تم إرسال هذه الإيميلات للطلبة، صحيح؟ صحيح. بنفس الفكرة عندكم حسين؟ بالنفس. من نفس الجامعة. أنت من أي جامعة؟ من الجامعة الألمانية. الجامعة الألمانية كذلك. حلو، ممتاز. طيب أريد أعرف من خلالك يا حسين، يعني كونك أيضا طالب مشارك في هذا البرنامج، مدى الاستفادة اللي يتلقاها الطالب من خلال انخراطه أساسا في مثل هكذا برامج تعنى تحديدا بالتدريب المقرون بالتعليم؟ في البداية هي كانت تجربة فريدة من نوعها بكل أمانة، والاستفادة كانت جدا ممتازة، من حيث أن الحين أنا كطالب مثلا في السلك الأكاديمي. ممتاز. عندي المعلومات النظرية أو المعلومات الأكاديمية، ولكن صحيح. هناك نقص من ناحية التقنية أو العملية على أرض الواقع. ممتاز. فلما تدمج هذه النصين تكتمل معك الصورة الكاملة للتخصص اللي أنت فيه، وعلى ضوء ذلك تقدر تبني مسيرتك المهنية. نعم. فهذه الاستفادة الشاملة لبرنامج إعداد. البرنامج إعداد وين موقعه بالضبط؟ يعني هل في مختلف المؤسسات تروحوا هناك أنتوا كطلبة تتدربوا في مختلف المجالات والقطاعات، أو إيش الفكرة بالضبط؟ يشمل عدة شركات، مؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة. حلو، ممتاز. وأيضا مؤسسات تعليمية مختلفة أيضا، إذا سواء كانت حكومية أو خاصة. فكل شركة أو مؤسسة تتواصل معك، معناته خلاص أنت أول مرحلة من الآلية القبول اجتزتها وعرفت وين راح تتدرب. من بعدها لكل مؤسسة لها نظامها الخاص في قبولك. ممكن. يعني الاختبارات والفحوصات تمر على أكثر عن مرحلة ليتم قبول المتدرب أو الطالب. ممتاز. حلو. حليمة، نحن نتكلمين عنك أنت شخصيا، يعني مشاركتك في هذا البرنامج، يعني المؤسسة اللي التحقت فيها في أي مجال في أي قطاع تحديدا؟
أنا كطالبة علوم أرض التطبيقية تم اختياري في شركة تنمية نفط عمان كمتدربة كجيولوجي إنتاج في قسم مرمول في ميناء الفحل. في خلال في هذه التجربة اطلعت على التخصصي من الجانب المهني، وأيضا على التخصصات الهندسية المتعلقة بقطاعات النفط والغاز، لأنه بيئة العمل كانت عبارة عن ملمة بأكثر من تخصص من الهندسة النفطية. ممتاز، يعني أنت الحين يعني شاركتي في هذا البرنامج، وبالتالي بعيدا عن مقاعد الدراسة، عن المستوى أو خلنا نقول التعليم النظري مثل ما ذكر قبل شوية حسين، لا الحين صار عملي على أرض الواقع، صحيح؟ عملي بحث، عملي مباشرة. مباشرة. طيب مدى التجربة، خبرينا عن أو نقلي لي وللمشاهد الكريم التجربة بشكل عام، أنه فعلا تنتقلين من مقاعد الدراسة إلى تطبيق عملي وكأنك خلاص دخلت رسميا في سوق العمل. زملائي في العمل كانوا يعاملوني كموظفة. كانت عندي واجبات لازم أؤديها بوقتها كموظفة هناك في شركة تنمية نفط عمان. أيضا حظيت باشتراك بورش تدريبية من ضمن هذه التجربة داخلها، وأيضا حظيت بفرصة للذهاب إلى مرمول بالضبط هناك في حقول النفط، وشاهدت كيفية استخراج النفط وكيفية تصفيته، فهذه زادت من معلومياتي النظرية إلى الواقع. يعني كيف أنك أنت أو في البداية كل شيء يكون كتابي نظري بالقراءة فقط، لكن أنك تروح وتشوفه على الواقع شيء جدا رهيب، يكون الاستفادة منه أكثر. أتوقع حسين ذات الشعور نفسه، صحيح؟ بالضبط، صحيح. يعني أنك تعيش الواقع، سوق العمل، وأنت على مقاعد الدراسة، كيف تنقل لي أيضا كذلك ولي حليمة وللمشاهد الكريم هذه التجربة بالنسبة لك شخصياً أنت؟ شخصياً مثل ما ذكرت سابقاً كانت تجربة فريدة من نوعها وممتازة جداً صراحة. ممتاز. وأنصح كل زملاء الطلاب والطالبات اللي ممكن أو اللي يفكروا أنهم خلنا نقول المترددين، لأن نحن كنا مترددين، خصوصاً أن الموضوع توقف دراستك تأجلها لمدة سنة فيعمل نوع يخلق نوع من التردد. هذه فرصة ما تعوض الصراحة، ما تقدر تحصل مثل هذه الفرص كل يوم، خصوصا أن الشركات المتواجدة أو الشركات اللي راح تتدرب عندها شركات مرموقة ومعروفة جدا في سوق العمل. نعم، حليمة قبل شوي كلمتنا عن التخصص وعن القطاع اللي هي أساسا راحت للمؤسسة اللي تدربت فيها علشان فعلا تتعلم وتتدرب على أرض الواقع، وكموظفة كانوا يعاملوها. أنت شخصيا عن إيش تخصصك كان؟ أنا درست تخطيط مدن وتصميم معماري في الجامعة الألمانية، وتدربت في شركة تنمية نفط عمان مدة 9 شهور. كنت في مديرية البنية الأساسية قسم إدارة العقارات. فهي الفكرة أنه والله تصميم معماري وتخطيط مدن خلنا نقول بحر في محيط، ولكن لما تدخل إدارة العقارات والبنية الأساسية أنت خذيت فكرة على المحيط بأكمله كيف جالس يصير، يعني مش فقط والله جزء معين وإنما وضحت الصورة بشكل كامل وأوضح تكون. أنتوا اليوم موجودين معنا يا حليم ويا حسين كنموذج أو كمثال من أمثلة كثيرة من الطلب اللي فعلا التحقوا بهذا البرنامج، برنامج إعداد والتدريب المقرون كذلك بالتعليم، ولكن ماذا عن أصداء زملائكم الآخرين الملتحقين بهذا البرنامج، كيف تنقلوها لنا حليمة؟ تجربتهم كانت ممتازة بنفس تجربتنا، لأنه خلال المؤتمر الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، يوم التدشين، يوم صحيح التدشين لهذا البرنامج، أيوة، كان هناك في استمارة
لتعبئة ما هي كمية الاستفادة وإيش انطباعك عن البرنامج؟ أرسلوها لكل الطلاب اللي التحقوا ببرنامج إعداد، وكانت من خلال الإحصائية التي طلعت كانت ما شاء الله كلهم يمدحوا البرنامج، كلهم استفادوا، كلهم ينصحوا زملائهم الطلاب اللي ما التحقوا إنه يلتحقوا في هذا البرنامج خلال السنوات الجاية، وخاصة الدورة الثالثة لهذا البرنامج. أيوة. الدورة الثالثة لهذا البرنامج، وبالتالي أكيد حاولتوا قدر الإمكان أنكم تتواصلوا مع زملائكم السابقين اللي التحقوا في هذا البرنامج. بالضبط. أعطوكم مجموعة من المعلومات. أيوة بالضبط. أنا كان نفسي خضت التجربة وأنصح كل الطلاب أنه يخوض التجربة. صح أنه سنة بتتأخر عن التخرج، لكن سنة جديرة بكل امتياز، يعني تستفيد منها بشكل غير طبيعي من خلال التخصص. حتى الحين عندي رؤية واضحة وش القطاعات اللي ممكن أني أشتغل فيها بعد ما أخلص دراستي، بعد ما أخلص دراستي كموظفة وش يتطلب مني في المقابلات، وش يتطلب مني أني يعني أني أقول وش يعني تروح المؤسسة يكون عندك مقابلة يشوفوا أنك أنت already يعني أنت من الأول يعني فاهم الشغل كيف يمشي. هذا يعطيك أفضلية للقبول للعمل، يعني تكون مؤهل أساساً خلاص المفروض في سوق العمل. وهذا سؤال أيضاً يا حسين، يعني مثل هكذا برامج وأتوقع لها دور جداً كبير في أنها فعلاً تهيئ الطالب بحيث أنه ينخرط فعلياً في سوق العمل فيما بعد ذلك، وهو خلاص على علم وعلى إدراك وعلى اطلاع بماهية أساساً العمل على أرض الواقع. هذه الاستفادة قنيتها أنت شخصياً من خلال وجودك في هذا البرنامج، صحيح؟ بالضبط صحيح. من حيث أنه حالياً نقدر نقول منضمين لبرنامج إعداد كوجهة نظر شخصية لهم الأفضلية في التوظيف بعد التخرج في سوق العمل، من حيث أنت كمؤسسة أو شركة سواء كانت حكومية أو خاصة تفضل شخص دائما مع خبرة ولو كانت بسيطة كخريج جديد، تفضل الشخص يكون عنده خبرة، وخاصة إذا كانت هذه الخبرة من مؤسسة أو شركة معروفة في السوق. شكرا لكم وشكرا لوجودكم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. أكيد نتمناكم كل التوفيق في حياتكم العلمية والعملية فيما بعد. حسين بن محمد اللواتي طالب مشارك في برنامج إعداد، شكرا لك. العفو حي. وشكرا أيضا لأختنا حريمة بنت تهان البوسعيدية طالبة أيضا مشاركة في البرنامج، شكرا لك يا حريمة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه محطتنا الحوارية الأولى في برنامج قهوة الصباح، محطات مختلفة ومستمرة، ولكن بعد الفاصل سنعود، فخلوكم معنا.